السلام عليكم اخواني اخواتي، معكم رشيد القناوي. اليوم في واحد الوصفه اللي كتكون من ثلاثه المراحل. يلا تابعونا وما تزبطوش، يلا تابعونا، هاني معكم. يلا شباب احنا بدينا المرحله الاولى، هي غادي نديروا واحد الكراميل. كنديروا واحد المقله كنخويو فيها السنيده، واحد زلافه صغيره ديال السنيده، واحد شويه ديال الماء ماشي بزاف، ونخليوها تولي ان شاء الله الكراميل ديالنا صافي. ها هو الشباب الكراميل ديالنا، شتوه ملي كيبدا ياخذ هذا اللون هذا، شتوه مزيان، ما كتخليوش حتى كيتحرق بزاف، حيت الا تحرق بزاف غادي يولي مر، فهمتي؟ ها هو بحال هذا اللون هذا، شتيه كيجي مذهب، شتيه بحال هكذا صافي. وكان كناخذوا واحد المول بحال هكذا ديال الحلوى، كندهنوه مزيان بالزبده كلشي، وكناخذوا داك الكراميل ديالنا ها هو، وكنخويوه سمعتي، كنخويوه بداك المول كلشي بحال هكذا صافي، وكنخليوه وندوزو دابا للطب الثانيه ان شاء الله. يلاه ما تزبطيوش، بقاو معنا. دابا المرحله الثانيه هي غادي نقادو الفلان. الفلان غادي نحتاجو واحد خمسة ديال البيضات، الحليب، وواحد الحليب اللي كيكون حلو ها هو، هو هذا شتوه، وهذا راه موجود فيما مشيتو كاين، وشويه ديال النكهه ديال الفاني صافي. هادشي راه غيخص في المرحله الثانيه، وعلى بركه الله. يلا الشباب باش نديرو الفلان، احنا كناخدو خمسة ديال البيضات بسم الله، كناخدو هاد الحليب هدا نخويو كامل، وبهذا نيت بهذا الكاس كنعبرو الحليب ديالنا، واحد آخر يكون عامر. نبدا نخلو بحال هكدا، وغندير واحد شويه ديال النكهة ديال الفاني صافي. دابا غادي نبدا نحركو حتى نخلطو مزيان المزيج ديالنا. دابا شباب هاد المول اللي درنا فيه الكراميل غادي ناخدو داك الخير اللي طحنا، وغادي نبداو نخويو في هاد المول هكدا. يلا شباب كنشدو شي واحد، الى عندك شي حاجه كبيره بحال هكذا كدير فيها الماء، كدير هذا هكذا هنا في المول ديالك باش يكون الماء، وغادي نديروها في الفران 120 180 درجه لمده 20 دقيقه. حاج ديك المره واحد الاخ شاف لي هذه الملاحظه، وكنشكر الاخوان اللي كيلاحظوا هذه الملاحظات الى نسيت شي حاجه وكيقولوها ليا، راه مزيانه ليا، وشكرا لكم وكنشكركم بزاف بزاف. نحن الشباب رجعنا. دابا المرحله الثالثه كناخذوا 4 ديال البيضات، 250 غرام ديال الكاكاو شتيه، كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب، شويه ديال الخميره ديال الحلوى، واحد زلافه بحال هذه ديال السنيده، وواحد الكاس ديال الدقيق. يلا على بركه الله، على بركة الله الاخوان. دابا غادي نخلطو كلشي هاد المقادير هنا ان شاء الله. يلا بسم الله شباب، ها هو دابا خلطنا هذاك الخير صافي، وكنخويوه كندورو هكذا شتي، باش ما نديروش. ها هي دابا الشباب ديالنا الحلوى، ها هي دابا غادي ندخلوها نرجعوها للفران كما دخلنا الفران في وسط الباماري ديالو لمدة 45 دقيقة نفس درجة الحرارة 180 درجة. يلا ها هو الشباب فلان شوكولا كيك ديالنا شتيه،
صحة والراحة. شتو كي كيجي انا الشباب راه براني شتو انتم. يلا بصحة والراحة، يلا ما تنساو بارطاجي وابوني والله حبتكم يجيكم الشباب ديالنا. يلا بصحة والراحة.